في زاوية معرض الرسام ماندي ساند الذي أقيم مؤخرا في بيت الفنانين في تل أفيف، إن أسلوب الفنان ساند أسلوب الرسامين الكلاسيكيين ومواضيع لوحاته مأخوذة من أساطير وأحلام الماضي. لا غرابة في أن أعمال ماندي ساند من مواليد رومانيا صورت بأسلوب الواقعية الخيالية، إن الأغلبية الساحقة من لوحاته تنتمي إلى عالم الأساطير والقصائد القصصية الغامض الذي تربى عليه الفنان في شبابه. إنه عالم فرسان وسام يمتطون جيادا تكسوها الأقمشة الفاخرة. والعيون، العيون من كل جانب تنظر بك، عيون لعصافير وفرسان وحسنوات من الأساطير تتوجها عناقيد العنب والأزهار. عالم ماندي ساند جميل.